أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هنا لايف يأتيكم من 218 نيوز ونناقش فيه لهذا اليوم. جولة جديدة للحوار في تونس في 5 يناير بحسب مصدر ل 218. نناقش أيضا في الشق الثاني من لايف. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد بقاء عدد كبير من مرتزقة أردوغان في ليبيا. أهلا بكم. إذن في الجزء الأول من لايف نناقش مستجدات الحوار السياسي، حيث رجحت مصادر مطلعة على 218 نيوز عودة ملتقى الحوار السياسي للانعقاد في 5 يناير المقبل. نتابع هذه التفاصيل مشاهدينا الكرام في التقرير التالي، ومن ثم نعود للنقاش حول هذا الموضوع مع السيد ناصر الدعيسي الصحفي والدبلوماسي السابق الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة بنغازي. جولة حوارية جديدة يتم الترتيب لها من قبل الجهات الراعية لملتقى الحوار السياسي الليبي، فبعد لقاء مباشر في العاصمة تونس دام 9 أيام متواصلة انقطع الاتصال المباشر، واكتفى أعضاء الملتقى بالتواصل في الفضاء الإلكتروني المفتوح بسبب صعوبة الالتقاء جراء ظروف جائحة كورونا. مصادر مطلعة ل 218 ذكرت يوم أمس الاثنين أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي سوف يعودون للالتقاء في جولة جديدة في 5 يناير المقبل للتباحث في عدة نقاط خلافية. الحوار السياسي يبدو اليوم في حالة جمود بعد أن وصل الأعضاء إلى نقطة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي المقلص إلى 3 مقاعد ورئيس الحكومة الذي سيكون منفصلا عن المجلس الرئاسي بخلاف الشكل الحالي الذي يبدو عليه المجلس الرئاسي، حيث يمارس فائز السراج صلاحيات رئيس المجلس ورئيس الوزراء معا. المصادر المطلعة القريبة جدا من ملتقى الحوار السياسي توقعت أن تكون الجولة القادمة في تونس حال انعقادها رسميا وتحولت إلى أمر واقع حاسمة وأن يصدر عنها شيء بحلول 7 من الشهر القادم. الحوار السياسي اليوم لا يمر بأفضل فترته، بل يشهد حالة من التعثر والمراوحة، وهذا ما جعل أطرافا أخرى تدخل على الخط لمحاولة إبقاء المشهد على ما هو عليه مع إضفاء تعديلات على المجلس الرئاسي، إما بتقليصه إلى 3 أو بعودة المقاطعين والمستقلين جميعا مع فصل الحكومة وجعل رئيسها من المنطقة الشرقية، والعمل على تهيئة الظروف لانتخابات عامة بحلول نهاية العام المقبل، وهو سيناريو لا يبدو بعيدا، كذلك على اعتبار أن ملتقى الحوار السياسي قد تأخر برأي الجميع في الوصول إلى تفاهمات نهائية في ملفات المسار السياسي الشائكة. الصحفي والدبلوماسي السابق السيد ناصر الدعيسي ينضم إلينا مباشرة من مدينة بنغازي، وكذلك سيكون معنا بعد قليل السيد ناصر زهير الباحث في مركز جنيف للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أبدأ معك سيد ناصر الدعيسي من مدينة بنغازي، بداية هل سيشكل اللقاء المباشر للحوار السياسي فارقا مهما أم أنه يأتي كمحاولة لتحريك الجمود الذي شاهدناه في هذه الفترة؟ هو الحقيقة الحوار اللي صار في تونس هذه هي النتائج النهائية. الحقيقة كان حوار غير جاد، كان حوار رغماتي للأسف، وبالتالي هو التي كانت هذه هي مخرجات غير حقيقية للشعب الليبي الذي عانى الكثير. أعتقد أن الحوار يجب أن يعاد ترتيبه من جديد وفق ميكانيزمات جديدة، ومن أجل أن يصلوا إلى حلول ناجعة من أجل هذا الشعب الذي عانى الكثير. يعاد ترتيبه كيف سيد ناصر؟ هل باختيار أسماء أخرى؟ نعم، يعاد ترتيب هذا الحوار. نسمعك جيدا. نعم، إذا كنت تسمعني الآن. إيه طبعا لابد. نعم نسمعك. نعم، كيف سيتم إعادة ترتيب الحوار؟ محمد لابد يعاد الحوار. لابد يعاد ترتيب الحوار، لأن هناك أطراف من جهات متعددة تعتبر أن هذا الحوار كانت فيه بعض التجاوزات، وأن هذا الحوار
يعني تحدثت ناس عنها ليست من تيارها، وهناك من اعتبر هذا الحوار خديعة، والعديد من الرؤى حول هذه المسألة، لأن حتى البعثة ساهمت الحقيقة في هذا الموضوع، يعني لأن هناك خيارات في 75 غير خيارات صحيحة، يعني عليها مناكفة كبيرة من بعض الأطراف يعني. وبالتالي إعادة ترتيب الحوار من جديد في 5 يناير القادم مهم جدا، يعني يجب حوار الأرقام الصحيحة في كل المناطق، يعني سواء في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب، يعني البحث عن الشخصيات الوطنية الجادة التي تستطيع أن تصل بحل المأزق اللي بالحالي، لأن للأسف حوار تونس بشفافية يعني كانت في البرمتية جامحة فيه، وكلها كانت تهدف إلى قضايا المناصب السياسية فقط يعني، لكن مصلحة الوطن حقيقة أصبحت في المحطة الثانية فقط يعني. وهذه هي العقبة التي وقفت في وجه مسار الحوار السياسي الذي بدأ انعقاده في تونس مباشرة، ومن ثم تم انعقاده افتراضيا، هي آلية اختيار المناصب السيادية، أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة. يعني كيف تنظرون إلى هذه النقطة بالتحديد؟ يعني هل من جدوى لحل هذه المسألة، خاصة وأنها يعني كانت مثار جدل حتى على سنوات سابقة، حتى في خطة غسان سلامة السابقة؟ هو كان هم في تونس كانوا يصدوا الحل، لكن للأسف وكان مسألة نظرية المؤامرة تتواجد في هذا الحوار. يعني أنا تحدثت مع الكثيرين من الذين حضروا حوار تونس، يعني مع بداية الحوار وفي تقسيم المناصب كان الرئاسي من نصيب برقة يعني مثلا على سبيل المثال، لكن الأطراف الأخرى اعتبرت هذا الخيار خيار مقبول يعني، وبالعكس يعني ساهمت في عملية أن العناصر التي تمثل البرلمان تطالب بالرئاسي يعني. فيما بعد اكتشفوا بعض أعضاء البرلمان أن الرئاسي قلصت صلاحياته نهائيا، وأعطت كل الصلاحيات لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وأصبحت الصلاحيات التي لدى الرئاسي يعني صلاحيات بروتوكولية، يعني استقبال السفراء، التحدث مع شخصيات سياسية عالية فقط، لكن القرار السيادي موجود في الحكومة، وبالتالي كأنهم خدعوا يعني بهذه الاستراتيجية التي تم نسجها، وبالتالي فشلت العملية يعني، لأن ما فيش نوايا سياسية صحيحة من البداية يعني، لأن حتى في علم المنطق يقول لك البدايات الصحيحة تنتهي النهايات الصحيحة. هم اعتمدوا على هذا التكتيك السياسي كأطراف سياسية تسعى للمناصب، وبالتالي خسرت البلاد أنهم هم يخرجوا بموقف سياسي واضح يحقق للليبيين على الأقل نوع من الاستقرار السياسي في البلاد يعني. طيب، هناك من يقول بأن تدشين المبعوثة ويليامز بالإنابة للجنة القانونية، والتي أجرت مناقشات حول الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة للانتخابات، يعد إنجاز مهم في مسار الحوار السياسي. كيف تنظرون إلى هذه النقطة بالتوازي أيضا مع وجود لجنة دستورية بطلب من النواب والدولة؟ هو أنا في اعتقادي الجازم أنه لا يمكن الوصول إلى يعني مسألة الانتخابات ومسألة الدستور دون الترتيبات الأولى أو دون الأولويات هو الخروج من مأزق المناصب، وهذا الحق بحقبة المناصب. يجب أن توزع للأسف هذه المناصب حتى يتسنى لهؤلاء الناس في غضون السنة هذه أو في غضون 9 أشهر أن يقدموا شيء، أن يبحثوا عن انتخابات وأن يبحثوا عن دستور. لكن في ظل هذا الوضع حيكون هناك فراغ سياسي في البلاد، لأن ما فيش قيادة سياسية في البلد. طيب، ما هي الآلية برأيك سيد ناصر؟ عذرني على المقاطعة، آلية اختيار المناصب؟ الآلية أنهم آلية تجاوز عملية اختيار المناصب، يعني كيف تكون؟ يعني خاصة وأن هذه هي النقطة بالتحديد التي عرقلت المسار إلى حد الآن. يا أستاذ محمد، هو أصلا هم في التفاوض هناك غياب للوعي السياسي للأسف. التفاوض في كل الدنيا سياسيا لابد من وجود تنازلات، التنازلات السياسية هي اللي تحقق الممر الآمن للعمل السياسي
أو للإشراقات السياسية. هؤلاء الناس رافضون لتقديم أي تنازلات سياسية من أجل بلادهم يعني، وبالتالي أنا هذه معضلة كبيرة يعني، يعني برغماتية مجحفة للغاية يعني، ما فيش حد بيقدم تنازلات على الإطلاق. يعني اللبنانية تحاربوا 15 عام ولما مشوا للطائف قدموا تنازلات سياسية وأنهوا أزمة بلادهم، لكن هؤلاء الناس للأسف الذين يتواجدون في الحوار 75 كل واحد يغني بليل على ليلة، وكل واحد يغني على تيارة، وبالتالي مصلحة الوطنية ضاعت. يجب أن يكون هناك تنازلات سياسية حتى نصل لحل، حتى نصل لمحطة آمنة نستطيع منها بناء دستور ليبي وبناء محطة انتخابية من أجل ليبي، لأن هذا الوضع وضع شائك يعني للأسف. نعم، هو الوقت لا يسمح أمام التعهد بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. يعني ما ممكن الذي يجب أن تفعله المبعوثة ويليامز وهي يعني تعتبر منسقة الآن لجلسات الحوار؟ يعني هل هناك مقترح ربما قد يرضي جميع الأطراف في خصوص تشكيل الرئاسي الجديد وكذلك الحكومة، أم أن الوضع سوف يبقى كما هو عليه؟ هناك أصوات تنادي بوجود أو ضرورة وجود المجلس الرئاسي الحالي كما هو عليه لحين إجراء الانتخابات. هو للأسف أن هناك لا زال حتى خلاف بين العديد من الأطراف سواء في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب، يعني الأوراق السياسية الحقيقة تخلطت كثيرا جدا. الآن هناك صراع الحقيقة على الرئاسي بعد الانتفاضة التي تحققت من خلال أن أعضاء البرلمان رفضوا المبدأ السابق في حوار تونس، وبالتالي اليوم نحن أمام معضلة أخرى وهي البحث عن شخصيات وطنية جديدة للمشهد. الأخوة في الوفاق يقولوا أن على برغة تختار الرجل الذي ترغبه، وعلى الجنوب يختار الرجل الذي يرغبه ويتقدم بهم للرئاسي. معقول إلى حد ما هذا المشروع. الآن هذه الأطراف كلها تبحث عن شخصيات جديدة من أجل تقديمها للرئاسي. أنا أرى أن البحثة الأممية لابد تساهم في عملية الضغط على هذه الأطراف من أجل استعجال برئاسي جديد وبتكليف رئيس حكومة لوحدة وطنية حتى ينتهي الأمر يعني. لأن البحث حتى الآن يعني المسائل الردعية، لأن ليبيا تحت البند السابع اليوم، يفترض أن هي تقوم بعملية ضغط سياسي على هؤلاء الناس من أجل إنهاء هذه الأزمة ومن أجل المناصب، وبالتالي نخرج جميعا من هذه المحطة الرمادية الحقيقة. طيب، هناك من يرى سيد الدعيسي بأن المسار العسكري وكذلك المسار الاقتصادي نجح، وبالتالي لابد للمسار السياسي أن ينجح حتى في أوسط الأجال دعنا نقول، وليس حتى أقربها. يعني هل هذين المسارين سوف يمكنان بالفعل بالخروج بتوافق حول آلية محددة نرى من خلالها جسم يسير البلاد إلى حين إجراء انتخابات؟ شوف يا سيد محمد، هو الخمسة خمسة فعلا يعني حقق نجاح باعتبار أنهم هم جلهم من مدرسة واحدة، المدرسة العسكرية. وأعتقد أن هؤلاء الناس في الخمسة خمسة وطنيين جدا، وشعروا بمأساة بلادهم وما يجري فيها، وبالتالي استطاعوا أن يخلقوا مقاربات سريعة جدا وعاجلة وطنيا من أجل حل الأزمة. ولكن هم ذراع في المثلث يعني القائم الآن اللي هو الاقتصادي والسياسي والعسكري. المسألة الاقتصادية مسألة مهمة ولكنها تنحل مع المستقبل، ولكن المسألة السياسية هي المهمة جدا الآن، لأن الناس اللي موجودين في المسار السياسي هم اللي لديهم الحل الآن. العسكريين هذوم أنهوا الوضع بالكامل واتفقوا على العديد من القضايا، والدليل واضح أنهم حتى الآن تبادلوا الأسرى، أنهم فتحوا الطرق، أنهم استطاعوا أن يحققوا إنجاز كبير من خلال فتح النفط ورعايته، وبالتالي هذه كل إيجابيات. ولكن الجانب السياسي مهم الآن، والسياسيين هم الآن الكرة في ملعبهم، عليهم أن ينهوا هذه الأزمة من أجل الشعب الليبي حتى المسارات الثلاثة تمشي في تيار واحد ويتحقق الإنجاز الكبير سياسيا. نعم، ينضم إلينا السيد ناصر زهير الباحث في مركز جنيف للدراسات الاستراتيجية والسياسية. سيد ناصر نرحب بك معنا. قبل أن ندخل في
نقطة ما يحدث الآن وما يدور على الساحة الآن بالنسبة للساحة العسكرية والتدخلات التركية، وهذا سوف نتحدث عنه في الشق الثاني من لايف. الآن نتحدث عن المسار السياسي، يعني نظرة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يعني لم تكن يعني إيجابية إلى حد كبير تجاه المسار السياسي، بينما نرى أن هناك حديث عن المسار العسكري والأمني. يعني هل ننتظر من حكومة جو بايدن الجديدة بأن تخرج بحيث أن الاتحاد الأوروبي يعمل شيء تجاه هذه النقطة بالتحديد، وهي إيجاد حل للمسار السياسي؟ نعم، تحياتي لكم المشاهدين والضيف الكريم. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أو دعنا نقول كل المواقف الدولية، هي تدرك جيدا بأن المسار السياسي لا يمكن أن ينطلق في ظل العرقلة الحالية. يعني أقصى ما يمكن للبعثة الأممية أن تفعله هو توحيد المواقف السياسية الليبية الداخلية، أو بمعنى الوصول إلى أقصى درجة من الإيجابية. أما على المستوى الدولي، دول الاتحاد الأوروبي وكل الأطراف الدولية تنتظر موقف جو بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة، لأن بناء على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة والتغيرات في التحالفات الدولية المتوقعة هنا، ستكون تحديات المسار السياسي، بمعنى ما هي لعبة توازن المصالح؟ هل ستكون الولايات المتحدة بطرف أقرب إلى الأوروبيين وبعض الدول الإقليمية مثل مصر أقرب منها مثلا عندما كانت إلى الحيادية وإلى دور المايسترو الذي يضبط إيقاع الصراع هناك؟ هنا تتبلور آليات الحل السياسي، ولكن رأينا دعم للمسار وقت إطلاق النار، رأينا دعم للمسار الأمني، دعم للمحادثات. أقصى ما كان يهم الدول كافة هو أن يتم تثبيت وقت إطلاق النار ولا نذهب إلى عمليات عسكرية قد تقود إلى مواجهة عسكرية إقليمية. الآن ننتظر ما سيأتي من بايدن، ومن ثم تتوضح الرؤية، ومن ثم ننتظر مؤتمر دولي آخر يشبه مؤتمر برلين تنسق فيه المصالح. وربما أقول ربما بأننا ندخل في معركة كسر عظم، بمعنى الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضد ما يسمى باللاعبين الجدد. اللاعبين الجدد هم روسيا وتركيا، لتحجيم دورهم إلى الحد الأقصى، أو أن تجرى تفاهمات معينة بإطار سياسي حتى نبدأ بالعملية السياسية. كيف سينظر جو بايدن مستقبلا إلى الملف الليبي بالتحديد؟ يعني هل من ناحية التواصل مع من يسيرون المسار السياسي، هل سوف يتواصل مع الاتحاد الأوروبي أم أنه سيتواصل مباشرة مع اثنين شخصيات أمريكية موجودين مسؤولين في الملف الليبي، هما ويليامز المبعوثة الأممية بالنيابة وهي أمريكية، وكذلك السفير الأمريكي نورلاند؟ أعتقد بأن جو بايدن سيتواصل مباشرة مع ستيفاني ويليامز والسفير الأمريكي لتحديد آليات وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بما يتعلق بالملف الليبي، ولكن أولا سيتواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق المواقف. لأن جو بايدن بحسب القراءة الأولية من حملته الانتخابية هو ضد سياسات الرئيس التركي وسياسات تركيا في الشرق المتوسط وفي ليبيا، وضد أيضا تدخلات روسيا، بمعنى أنه أعلن عن ذلك صراحة، ولكنه لم يعلن كيف ستسير سياسات الولايات المتحدة بهذا الملف. أيضا دور ستيفاني ويليامز أعتقد بأنه سيتقلص، لأنه تم تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا سيتسلم منصبه، وبالتالي آليات ستيفاني ويليامز أو الجهود التي كانت تقوم بها ستتغير بشكل أو بآخر. وربما نرى بأن جو بايدن يريد الدفع أقوى، لأن يعني نحن نستشعر نوعا ما بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة بايدن تريد تحقيق نصر سريع، يعني نصر دولي سريع يعطي آلية بأن هذه الإدارة تستطيع التحرك على الملفات الدولية، ليست كما تتهم بأنها إدارة ضعيفة، نظرا لأن جو بايدن كان في عهد أوباما، وفي عهد أوباما حدثت كثير من الفوضى في العالم. الأقرب الآن لتحقيق هذا الانتصار هو إما الملف الليبي أو الملف الإيراني. الملف الإيراني يبدو معقد، بالتالي سيضع ثقله في الملف الليبي. يعني نرى تغير جذري وواضح في السياسة الأمريكية في اعتقادك تجاه الملف الليبي؟ أعتقد ذلك نعم، لأن بحسب التصريحات الأولية هناك تغير جذري في الموقف الأمريكي، لن يكون أقرب إلى الحيادية، سيكون بمحورين. إما المحور الأول أن نرى ثقل أمريكي، بمعنى مصالح أمريكية مباشرة في ليبيا، لا تقود الأمور من الخلف وأن تسعى إلى تحقيق
أكبر قدر من المصالح والتحالف مع الأوروبيين ومع بعض الدول الإقليمية لإجبار تركيا بشكل أو بآخر وحتى روسيا على تقليص مصالحهم، لأن الولايات المتحدة تخشى من روسيا ليس فقط تضارب المصالح في ليبيا، بل موضوع القواعد العسكرية، موضوع حلف الناتو وآليات الصراع بين الجانبين والصراع على البوابة الأفريقية، نفس الأمر بالنسبة لتركيا. فرنسا وحتى ألمانيا نوعا ما هم يريدون تناغم مع الموقف الأمريكي وتحالف مع الموقف الأمريكي لإعادة التوازنات كما كانت في السابق. ليست الآن وجود قوات عسكرية تركية مباشرة، لأننا رأينا تمديد لأمد القوات العسكرية وتمديد لعمل هذه القوات لمدة 18 شهرا. بالتالي فعليا هناك خطط لإرسال مزيد من القوات العسكرية التركية المباشرة وليست قوات مرتزقة أو مقاتلين أجانب. بالتالي هم يريدون الضغط بأقصى درجة لسحب هذه القوات ولإيجاد حل سياسي. الطريق إلى هذا الأمر هو الحل السياسي حتى لا يعود هناك ذريعة لأي دولة أن تتواجد عسكريا داخل ليبيا. نعم، هي نقطة الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا تحتاج إلى تفاصيل أكثر، وسنتطرق إلى هذا الموضوع بعد قليل. سيد زهير، دعني أتعاول إليك. سيد ناصر الدعيسي في بنغازي، لماذا نرى كل هذا التشكيك في المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان ويليامز وكذلك المبعوثين السابقين خاصة غسان سلامة؟ يعني كانت هناك خطة موضوعة قبل سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، ومن ثم يعني لم تدار هذه الخطة بشكل جيد أو لم يتفق أو تتفق الأطراف الليبية عليها، وكذلك ما تسيره الآن ويليامز من مسار للحوار السياسي ونجحت قبله في المسار العسكري. لماذا نرى كل هذه الشكوك في آلية عملهم مع أنهم مسيرون فقط؟ هو حقيقة للأسف البعثة منذ والبعثة الأممية منذ طارق متري مرورا الأسباني وكوبلر وحتى غسان سلامة هذه المجموعة وستيفاني المساعد الآن، هؤلاء جميعا الحقيقة للأسف استخدموا دبلوماسية غير صحيحة، يعني دبلوماسية المعايير المزدوجة، وبالتالي لم يستطيعوا أن يحققوا شيء، يعني لم يسموا الأسماء بأشيائها على الإطلاق، وبالتالي فشلوا جميعا للأسف حقيقة. فشلوا في تشخيص الحالة الليبية؟ نعم، فشلت في تشخيص الحالة الليبية. يعني لم ينظروا إلى سبع مبعوثين أو ست مبعوثين. هم طبعا للأسف فيهم من قادم من أجل مصالح شخصية بشيء يصبح ذا منصب في الأمم المتحدة، يعني في شوي برغماتيات الحقيقة. يعني تحدثت مع كوبلر أنا في تونس كثيرا وشعرت بأن الرجل عنده هدف، يعني هو أن يكون داخل منظومة الأمم المتحدة فقط، لكن مش من أجل أنه يحل المشكلة الليبية على الإطلاق. غسان سلامة مع الاحترام يعني هو رجل أستاذ سياسة نحترمه كثيرا، ولكن ما هوش مفاوض، يعني هو ليس كوبلر، ليس الأخضر الإبراهيمي ولا الأمريكي اللي هو وزير خارجية أمريكا، يعني الشخصيات اللي كانت تتفاوض في قضايا دولية كبيرة يعني. فبالتالي هم وقعوا في العديد من الأخطاء واستخدموا ازدواجية المعايير ولم يقفوا على الجرح الليبي السياسي صحيحا، وبالتالي وقعوا في أخطاء كثيرة هؤلاء. يعني للأسف أوصلوا الملف الليبي إلى منزلق صعب جدا، يعني وصلت إلى طبعا قضايا الحرب، يعني لو هم استطاعوا أن يضعوا حلول جريئة وسريعة لما كنا وصلنا إلى سفك الدماء في ليبيا بين كافة الأطراف. ستيفاني اليوم اجتهدت إلى حد ما، ولكن ستيفاني طبعا هي تشتغل في إطار أن هي خلف المخابرات الأمريكية، لأن هي عينهم في الملف الليبي، يعني معروفة هذه القصة، وبالتالي نجحت من خلال بعض الضغوطات وبعض الميكانيزمات التي اشتغلت عليها في هذا الملف. طيب لماذا لم تعتمد الأطراف الليبية على نفسها، يعني وهي تشكك في طريقة عمل المبعوثين، لماذا لا تعتمد على نفسها خاصة وأن هناك خطاب دولي موحد يقول بأن الحل يجب أن يكون من الداخل، يعني بين الأطراف الليبيين؟ يعني لماذا يعني نرى هذا التواصل مع المبعوثين الأمميين على سبيل المثال ستيفاني ويليامز وقبل غسان سلامة وقبل ومن قبلهم المبعوثين السابقين، يعني دون التواصل إلى حل بمفردهم؟ يعني هناك خلل حتى في الثقة بين الليبيين. الأطراف الليبي
نعم، أنا أريد أن أؤكد أن ستيفاني نجحت صحيح، ولكن نجحت بمواقف المخابرات الأمريكية. وفي نفس الوقت البلغاري الآن ميلودينوف يعني اعتذر، لأنه هو شعر بأن ستيفاني هي اللي مطلوبة، يعني وصلوا حتى أنهم كادوا يقسموا البحث إلى مهمتين، هي ستيفاني تصبح وسيطة وميلودينوف يصبح هو رئيس البحث، ولكن فشلت حتى هذه المحاولة بضغوط أمريكية طبعا، عدم رغبتهم في تواجد الروس في الملف الليبي، لأن البلغاري أعتقد أنه العلاقة خاصة بالروس من سنوات طويلة من أيام الحرب الباردة. في كل الأحوال الأطراف الليبية تعاملت مع البحث من خلال مصالحها، يعني المبعوثين تعاملوا مع أطراف ليبية وقدموا لهم خدمات كبيرة، يعني حتى في أخطائهم الجسيمة اللي وقعت يعني، وتغاضوا عن أخطاء كثيرة لهذه الأطراف، وبالتالي تعاملت معهم هذه الأطراف من مصلحتها، مصلحتها السياسية، وبالتالي لم تنحل الأزمة، لأن الليبيين لم يصلوا بعد إلى مستوى الوعي الوطني الجاد من أجل حل قضيتهم. وزي ما تحدثت أنا مبكرا، التنازلات السياسية مش عارفينها الليبيين على الإطلاق، الكل يسعى إلى المناصب فقط يعني. وأنا سمعت كلام غريب جدا من بعض الأطراف التي حصلت في الحوار، من الصراع على المناصب وعلى تقسيم المناصب. للأسف يعني لم نكن نعتقد أن الليبيين في هذه المحنة ويهرولوا على هذه المناصب بهذا السلوك أو بهذه الاستراتيجية، يعني شيء غير طبيعي الحقيقة، وهو ما أدى إلى انهيار حوار تونس، ولجأوا إلى طنجة وفشل حوار طنجة البرلمان. بالتالي أمام الليبيين مسألة واحدة الآن، هي أنهم هم يتوحدوا من أجل رؤية وطنية صحيحة يعني. نعم، قبل أن نتحول إلى الفاصل أنقل هذه النقطة إلى السيد ناصر زهير، وهي نقطة عدم وثوق الليبيين في المبعوثين الأمميين. يعني سمعت القول بأنهم يعني زادوا الأزمة تعقيدا أكثر من ذي قبل، يعني كيف تنظرون أنتم في مركز جنيف للدراسات إلى طريقة عمل المبعوثين ككل، ليس ويليامز أو حتى غسان سلامة؟ هل زادوا من الأزمة أم نجحوا في نقاط وفشلوا في نقاط أخرى؟ يعني نحن ننظر إلى عمل المبعوثين الأمميين بحسب الصلاحيات الممتلة إليه، هل هم قادرين على تحريك الملف في ليبيا أم لا؟ يعني هناك بعض الملفات الدولية فعليا يكون الحل أو تكون آليات إدارة الصراع أو إدارة الحوار بيد البعثة الأممية والمبعوث الأممي، وهناك آليات ليس بيدهم شيء سوى أن يكونوا بروتوكوليا منسقين للمواقف فقط. في ليبيا الأمر واضح بأن المبعوثين الأمميين لا يوجد لديهم أي نقاط قوة، لا للضغط ولا للتفاوض ولا دعنا نقول نقل وجهات النظر، هم فقط يعملون كمنسق للإرادة الدولية. في ليبيا لدينا أطراف دولية متصارعة هي التي تتحكم في مفاصل القرار السياسي، بمعنى هل سنذهب إلى اتفاق أم لا نذهب إلى اتفاق. حتى أبسط الأمور، تنسيق وقف إطلاق النار ليس بيد البعثة الأممية، ستيفاني ويليامز تفوقت على كل المبعوثين الأمميين فقط لأن السفير الأمريكي كان يعمل معها يدا بيد وخطوة بخطوة، بمعنى أن الضغوط الأمريكية كانت موضوعة على الطاولة، وكانت عندما تتعقد الأمور تضغط الولايات المتحدة على تركيا مباشرة، وتضغط على روسيا، وتضغط على الأطراف الأخرى لتثبيت وقف إطلاق النار. غير ذلك لا يمكن لعمل المبعوث الأمميين أو أي مبعوث أممي في ليبيا أن يستطيع الوصول إلى أي نجاح، حتى لو كان الأخضر الإبراهيمي أو كان أي شخصية قوية إذا لم يكن لديه دعم دولي لا أعتقد أنه سيستطيع فعل ذلك. الدعم الدولي مقسوم، هناك تنسيق دولي، يعني رأينا في مؤتمر برلين كان هناك نتائج لهذا المؤتمر سواء كان نفذت أم لم تنفذ، ولكن التوصل إلى هذا الاتفاق تفوق عمل كل المبعوثين الأمميين الستة أو الخمسة السابقين. بالتالي لا أتوقع بأن أي مبعوث أممي سيأتي سيكون لديه أي دور يفعله إلا بعد تنسيق المواقف الدولية، هنا سيكون فعليا بيده الكثير للتفاوض وإدارة الموقف. لا. كما تفعل ستيفاني ويليامز الآن في تونس، هي تدير الموقف بين الأطراف الليبية، تفاوض هذا الطرف، تضغط على هذا الطرف، تعطي، تقايض، هذا ما يمكن للمبعوث الأممي أن يفعله، أما أن يكون بيده فعليا شيء للحل هذا مستبعد. نعم، طيب سأعود إليك سيد ناصر زهير وكذلك سيد ناصر الدعسي، ولكن دعونا الآن مشاهدينا نتحول إلى فاصل، ومن ثم نعود للحديث عن الشق الثاني في حلقة لايف لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد.
جديد ملف المرتزقة السوريين في ليبيا، تجميد أنقرة عملية إعادة الفصائل المسلحة من ليبيا إلى سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ قرابة الشهر ونصف الشهر ما يزيد من احتمالات اندلاع حرب جديدة وفق الأجندة التركية. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وكذلك سنعود للحديث حول الاجتماع الروسي التركي اليوم بين سيرجي لافروف وكذلك نظيره تشاوش أوغلو للحديث عن حل الأزمة السياسية في ليبيا. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش حوله مع ضيفينا من بنغازي وكذلك السيد ناصر زهير. المرتزقة السوريون الموالون لأنقرة حديث العالم المهتم بليبيا، فهم ورقة تفاوضية وأداة في ذراع الرئاسة التركية في أنقرة، تحركها متى شاءت أين شاءت مع من شاءت وضد من تشاء. المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو الجهة المهتمة كثيرا بهذا الملف، ذكر في آخر تقرير له صدر الاثنين أن الرئاسة التركية لم تعد تنقل المرتزقة من ليبيا، فقد أوقفت نقل الفصائل المقاتلة من مناطق غرب البلاد إلى أماكنهم السابقة في سوريا منذ ما يقرب من شهر ونصف. إيقاف نقل المرتزقة يأتي ضد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة العسكرية المشتركة المكونة من أعضاء من الجيش الوطني وحكومة الوفاق التي راحت لأنقرة تستنجد بها، فدفعت الأخيرة بالآلاف من المقاتلين إلى الساحة الليبية، فصاروا خير سند وخير معين للتشكيلات المسلحة الموجودة غربا. المرصد السوري في تقريره الأخير ذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بلغ ما يقرب عن 18,000 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن 18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا ما يقرب عن 10,700 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10,000، بينهم ما يقرب عن 2,500 من حملة الجنسية التونسية. ملف المرتزقة في ليبيا يثير الريبة والشكوك، فهو يطرح تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية ونواياها تجاه الأزمة في ليبيا، خصوصا أنها تنادي بضرورة الحل السلمي وتجنب الحرب، وتلوح بعصا العقوبات التي حتى اللحظة لم يتبين أنها عصا غليظة قادرة على لجم أي طرف يدفع بمرتزقته إلى ليبيا، وهم بعشرات الآلاف في خرق لكل القوانين والأعراف الدولية. سيد ناصر الدعيسي مباشرة من بنغازي، برأيك ما الذي يعنيه استمرار المرتزقة أو وجود المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان في ليبيا؟ لماذا تركيا مصرة على إبقائهم في البلاد في حين أنها تدعو إلى الحل السياسي وجلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة؟ أنا أعتقد صراحة أن التواجد التركي في ليبيا بعد مذكرة التفاهم مع الوفاق هو تكتيك استراتيجي تركي في المنطقة من أجل العديد من الغايات للنظام التركي، على رأس هذه الغايات هي زعزعة الأمن في المتوسط والبحث عن المياه الزرقاء أو الغاز في المتوسط، كذلك مضايقة الاتحاد الأوروبي بالذات بالهجرة غير الشرعية من خلال الضغط الجسدي بهؤلاء البشر، ناهيك عن وجود عناصر كثيرة جدا في هذه المجموعات، عناصر خطيرة جدا من داعش ومن عديد من التنظيمات المتطرفة، والآن هناك مخاوف في المغرب العربي من هذه من هذا التواجد، خاصة في منطقة صبراتة في ليبيا حيث تتجمع العديد من القيادات هناك، قيادات داعش والتطرف وبعض القيادات من مالي، وبالتالي الآن المنطقة اللي في غرب ليبيا هذه منطقة مفخخة الحقيقة بهذه الخلايا التي تخشى منها أوروبا والعالم، والتواجد التركي هو تواجد ضاغط، يعني على أساس أنه هو مبدئياً هيحقق قصة الاتفاق اللي تم في مذكرة التفاهم. المسألة الثانية، محلياً يضغط على الجيش الوطني في ليبيا من أجل التواجد في خط موازي في خط سرت الجفرة، ولكن الشيء الصحيح هو أن خط سرت الجفرة هذا خط
أصبح دولي وأصبح خط متفق عليه، ويعني أن الحرب انتهت وأن أي محاولة هي محاولة استفزاز فقط، وأن هذا قرار أمريكي اتخذ في السفارة الفرنسية في القاهرة في فترة التفكير في خط سرة الجفرة الذي أعلنته مصر. وبالتالي الآن أنا أعتقد أن كل الحركة التي تقوم بها تركيا في ليبيا سواء عسكرية أو سياسية هي عملية استفزاز وضغط سياسي فقط على بعض الأطراف في ليبيا. نعم، دعنا نسمع وجهة نظر السيد ناصر الزهير. سيد ناصر، هل برأيك ما تعمله تركيا الآن في ليبيا هو نذير بوجود حرب، أو أنه عبارة فقط عن استعراض واستفزاز كما قال السيد الدعيسي من قبل لخلق ورقة ضغط للتفاهمات حول المصالح ربما في ليبيا، خاصة وأن الجانب الروسي يعني يتفاعل كثيرا مع الجانب التركي، ورأينا اليوم اجتماعات ما بين طرفين وزير خارجية روسيا وكذلك تركيا وتكلموا عن الحل السياسي في ليبيا وضرورة إيجاد الحل السياسي في ليبيا؟ نعم، أعتقد بأن كل ما تفعله تركيا الآن هو استعراض لأوراق الضغط، أوراق القوة على الأرض، لأننا دائما عندما نذهب إلى مفاوضات سياسية ودعنا نقول تغيرات دولية حاسمة يحاول كل طرف أن يستعرض ما لديه على الأرض. يعني حتى تصريحات المشير خليفة حفتر التي قال فيها بضرورة طرد المحتل التركي حسب وصفه، أعتقد أيضا بأنها استعراض للقوة، بمعنى أنه لو أراد الرئيس الأمريكي الجديد بأن يضغط لإخراج القوات التركية والقوات الرديفة معها ما يسمون بالمرتزقة، فإن الجيش الوطني مستعد للبدء بهذه العمليات العسكرية حتى يتسنى الضغط الأمريكي والضغط الدولي لإخراج هذه القوات. ولكن أن نذهب إلى عمل عسكري الآن هذا مستبعد في الوقت الحالي، ورأينا أيضا دعوات من الحكومة الفرنسية إلى خليفة حفتر بأن لا يكون هناك آليات للذهاب إلى أعمال عسكرية. الآن ما تفعله تركيا في هذا التوقيت منذ أن وقف إطلاق النار والإعلان عن أن كل الأطراف ستسحب المرتزقة خلال 90 يوم وستعمل الطرفين سيعمل الطرفين في الشرق والغرب على إخراج هذه القوات، قلنا دائما بأن القوات لن تخرج، سيكون هناك إعادة تموضع سحب لعدد معين ضئيل فقط، ومن ثم ستبقى القوات إلى أن نصل إلى الحل السياسي النهائي، لأنه لا يوجد طرف سيتخلى عن قواته على الأرض أو أي قوة سواء كانت مرتزقة أو قوات نظامية أو قوات عسكرية تركية، لا يوجد طرف سيتخلى طيب عن هذه القوة على الأرض. لماذا إلى حد الآن لازالت ترسل المعدات والصواريخ؟ اليوم في مصادر لـ 218 أفادت بأن تركيا أرسلت بطاريات صواريخ ومعدات عسكرية جديدة، لماذا هذه الاستمرارية في عملية الإرسال من الجانب التركي؟ لزيادة قوتها على الأرض وأيضا إثبات بأنها قادرة على تحدي القرارات الدولية أو تحدي آليات إرسال الأسلحة، لأنها أيضا تتهم الطرف الآخر أو دعنا نقول حكومة الوفاق تتهم شرق ليبيا بأنه أيضا يستورد الأسلحة. بالتالي الآن تركيا تحاول أن تحشد كل قوتها الموجودة على الأرض. حتى قرار البرلمان التركي وإن مر مرور الكرام ولكنه نقطة مهمة في موضوع ليبيا، بأن تمرير يعني دعنا ننظر إلى تفاصيل القرار الذي تمت الموافقة عليه، تمديد عمل القوات ل 18 شهرا وزيادة عدد القوات تدريجيا، أي أنه في وقت ما قد نرى قوات نظامية عسكرية من الجيش التركي موجودة على الأراضي الليبية. هذا أمر خطير جدا أعتقد في هذه الفترة، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية لديها مشاكل كبيرة مع تركيا أكثر من مشاكل الأمريكيين أو مشاكل الروس، لأن مشكلة الدول الأوروبية النقطة الأهم هي موضوع ترسيم الحدود بين الجانبين، لأن ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا أقصى قسم البحر المتوسط في المنتصف، بالتالي أقصى دور اليونان وجزيرة كريت وحدودهم المائية، وأيضا أي مشاريع ستكون في هذه المرحلة يجب أن تحصل على موافقة الحكومة التركية. هذه نقطة. النقطة الثانية، السيطرة على بوابة أفريقيا للهجرة هي جدا خطيرة بالنسبة للأوروبيين ولن يسمحوا بها حتى لو ذهبنا إلى حرب عسكرية، لأن هذا خط أحمر بالنسبة للأوروبيين ومسألة أمن قومي. يعني أوروبا لديها مشاكل كبيرة مع تركيا في موضوع حدودها مع اليونان، فما بالك لو أصبحت المشكلة بين اليونان وليبيا بمعنى بوابتين للهجرة والهجرة الأفريقية أكثر بكثير من الهجرة إلى ليبيا إلى تركيا. أيضا النقطة الأهم الآن هي مدى قدرة تركيا على استخدام هذه القوة. الآن تركيا تحشد تستعرض قوتها، ولكن
مع وجود جو بايدن، هل ستستطيع الحفاظ على هذه القوة؟ أنا أشك في ذلك، أن تركيا ستتراجع في ليبيا، ولكن هي الآن تريد السير بأقصى عدد خطوات إلى الأمام، حتى عندما تتراجع تتراجع بأيضا، يعني لما تخلت عن نصف مصالحها يبقى لديها النصف الآخر بشكل معقول، ولكن أن تستطيع البقاء في ليبيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا هذا مستبعد، لأن لا مصر ولا الجزائر ولا الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة ستسمح بذلك. حتى الروس، الروس دائما علاقتهم مع تركيا هي علاقة مصالح، بمعنى تحالف المصالح، وللأسف هم دائما بارعون جدا بإيقاع تركيا بالأفخاخ، يعني أوقعوها في الفخ في سوريا، أوقعوها في الفخ الآن في ليبيا، وسيتخلون عنها، لأن بلغة المقايضات إذا ما أرادت الدول الأوروبية مقايضة روسيا على موضوع مثلا دعنا نقول شبه جزيرة القرم أو موضوع أوكرانيا، فإن الروس سيتخلون عن الأتراك بسهولة في ليبيا، لأن مصالح هنا نقطة تحتاج إلى تفسير. دعني يعني استفسر منها من قبل أن نتحول إلى السيد ناصر الدعيسي، وهي مسألة الوجود الروسي في ليبيا. هناك مرتزقة الفاغنر موجودين في ليبيا بحسب التقارير التي تم الحديث عنها دوليا، ونرى بأن هناك توافق ما بين الأتراك والروس حول الملف السياسي الليبي. يعني كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ هل هناك تناقضات حيال هذه النقطة بالتحديد؟ تحالف أو التنسيق الروسي التركي في ليبيا هو بسبب دعنا نقول دورهم الجدير في ليبيا. يعني في ليبيا لم يكن لا روسيا ولا تركيا موجودين منذ بداية الأزمة أو 2013 أو 2014، هم من يسمون باللاعبين الجدد. وجودهم في ليبيا مرفوض من قبل الأوروبيين، من الدول الإقليمية، وأيضا من الولايات المتحدة، بالتالي هم يحتاجون إلى بعضهم البعض في تنسيق أدوارهم في ليبيا. وحتى يعني التناقضات، نرى تنسيق تركي روسي وكل منهم موجود لدى طرف، يعني قوات الفاغنر موجودة في الشرق، قوات المرتزقة التابعين لتركيا موجودين في الغرب، وهلما جرا بالنسبة لهذه الصراعات. ولكن الروس أعتقد أنهم سيتخلون عن تركيا في أول فرصة ممكنة لهذا الأمر، لأن أهداف روسيا تختلف عن أهداف تركيا، وهذه نقطة مهمة يجب أن نضع تحتها الكثير من الخطوط. روسيا تريد أمرين، تريد أن تبقى موجودة بمصالح سياسية واقتصادية في ليبيا فقط، الأمر الثاني إن استطاعت ذلك وهو ليس أولوية لها أن تتواجد في موضوع القواعد العسكرية، ويبدو بأن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي نظرا لأن هذا الأمر صعب بالنسبة لها، ولكن أن تتواجد في موضوع التسليح، بيع الأسلحة إلى الجيش الليبي بعد الحل السياسي، التواجد اقتصاديا عبر الشركات الروسية، هذا يكفي بالنسبة لروسيا. تركيا لديها خطط أخرى، تركيا تريد أن تكون متواجدة أولا في ليبيا بمدى طويل الأمد، متواجدة عسكريا، متواجدة بالنسبة للبوابة الأفريقية أن تتمدد في مصالحها إلى الداخل الأفريقي، وأيضا موضوع ترسيم الحدود، موضوع ترسيم الحدود المائية لا يعني روسيا بالمرة، ولا صراع شرق المتوسط، على عكس تركيا التي تريد أن تستخدم طرابلس وحكومة الوفاق في آليات الصراع مع الأوروبيين، بمعنى أن لدينا اتفاق شرعي مع حكومة الوفاق وأودعناه في الأمم المتحدة ولا تستطيعون فعل شيء تجاه هذا الأمر، بالتالي الأهداف تختلف والأمور تختلف. النقطة الأهم أيضا، روسيا يمكن أن تسحب المرتزقة والقوات العسكرية إذا وصلت إلى تحالف معين، أو دعنا نقول إلى حد أدنى من المصالح، بأن تضمن أن يكون لديها حصص في التسليح، حصة اقتصادية لا تحتاج إلى قوات عسكرية على الأرض. تركيا على عكس ذلك هي تحتاج إلى هذه القوات وتريد أن تبقى موجودة، نعم، وتريد حفاظ على أكبر قدر من المصالح، وهذا صعب في الوقت الحالي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد ناصر زهير، الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا في برنامج لايف. الدقائق الأخيرة نخصصها معك سيد ناصر الدعيسي من بنغازي، ما الذي تعول عليه تركيا الآن بإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات اللوجستية وكذلك تدريب قوات الوفاق، والذي ترى بأنه قانوني بناء على الاتفاق مع حكومة الوفاق وقانوني بامتياز، في حين أن هذا يتعارض بحسب المتابعين مع مخرجات مؤتمر برلين الذي يدعو إلى خروج المرتزقة وكافة التشكيلات المسلحة الأجنبية والأسلحة من ليبيا، وكذلك اتفاق جنيف الذي يقضي بوقف إطلاق النار وكذلك إخراج المرتزقة والأسلحة من البلاد. هو طبعا التواجد التركي في ليبيا يعني من بعد مذكرة التفاهم اللي وقعت مع الوفاق
أصبح وضعهم واضح، يعني عندهم رغبة أكيدة للتواجد من أجل العديد من الأهداف التي تحدثت عنها سابقا، أنا على رصد الضغوطات على الاتحاد الأوروبي في المتوسط والضغط على الدول الإقليمية، لعب دور في كبوابة في التواجد على البوابة الأفريقية. الآن يهم الأتراك اليوم التواجد في هذه البوابة، يعني الأتراك لديهم أهداف كبيرة، يعني وحتى الزيارات الأخيرة التي تمت إلى طرابلس والتواجد في اجتماعات مغلقة مع شخصيات في الوفاق تدل على هذا الأمر، يعني هم الأتراك عندهم أجندة في هذا الموضوع. هناك من يرى بأنهم هم والروس أيضا إن الأتراك يستغلون وضعية وقف إطلاق النار لتعزيز نفوذهما، تركيا وروسيا جميعا. الروس في اعتقادي الجازم أنا حققوا انتصارات كبيرة في سوريا، والآن تراجعوا قليلا، يعني بعد اتفاق أوتشي الأخير حول النفط، بعد اتفاق سوتشي أسف الأخير حول النفط تراجعوا الأتراك قليلا واهتموا بالملف السوري، وهم حققوا نجاحات في الملف السوري. الآن في اعتقادي الجازم أن مصر أخذت دور متقدم الآن بدعم روسي ودعم بدعم فرنسي ودعم أمريكي من الإدارة الأمريكية التي لازالت قائمة الآن، إدارة ترامب، وبالتالي مصر مضت في خطوات متقدمة جدا، يعني من خلال سياسة ناضجة وسياسة واعية، والآن اقتربت حتى أنها دخلت طرابلس، يعني الحوار مع الأطراف التي مناكفة لها في المنهج. صحيح أنهم هم رفضوا الجلوس مع جماعة الإسلام السياسي، ولكن وقفوا مع أطراف لها علاقة بالمشهد الآن في الوفاق، وبالتالي مصر مشت خطوات قوية الآن في المشهد الليبي، وهي التي رسمت مبدئيا خط سرة الجفرة، وتملك علاقات الآن في بر في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، وبالتالي مصر في اعتقاد جزاز في المرحلة القادمة ستحقق إنجازات جديدة في حل الملف الليبي، وتبعد بعض الأطراف الإقليمية من هذا الملف، لأن أمن مصر القومي مهم جدا بالنسبة لها في ليبيا. نعم، شكرا جزيلا لك. اعذرني فقط نظرا لضيق الوقت، الزملاء يشيرون بأن الحلقة وصلت إلى نهايتها. سيد ناصر الدعيسي الصحفي والدبلوماسي السابق، كنت معنا من مباشرة من مدينة بنغازي، وكذلك الشكر موصول إلى السيد ناصر زهير الباحث في مركز جنيف للدراسات الاستراتيجية والسياسية. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.